اسعار الذهب بتتفاوت من اول 590 عيار 21 ولغايه 593 صعودا وهبوطا. وانخفض بنسبه يعني حوالي 50 جنيه في الجرام. يعني متوسط يعني الحركه برضو يعني حد ما شغاله، كانت قبل المدارس بشويه كانت كويسه يعني. العيار 21 ب 595 وال 18 ب 510 والدنيا هاديه في الذهب اللي من دول شويه. الفتره القادمه الذهب ان شاء الله يعني من دول اسعار هاديه شويه. ده عموما بقت كاتيجري تاني زي الذهب، فيها نفس شغل الذهب من المستورد المصري. عموما الاشكال كلها بقت مقاربه للاشكال المستورده في الذهب والموجود منه مصري. الاقبال اكتر على التنجستون اللي هو لسه نازل دبر، وفي المصري ميداليات كده بتبتدي من 15 جنيه جرام، وعندنا الايطالي فرنج ال 40 جنيه. الايطالي طبعا احسن، شغل الايطالي احسن، في شغل احسن كده زي كده هو الدهب فين زي الابيض، مطلي فين زي اللاتين، وحاجه يعني كويسه يعني مثلا 35 40 حاجه و40 كده يعني الجرام.